حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد حرم الله التبذير وأمر بإطعام الطعام. طيب، هل هذا الأمر لمجرد أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا أوامر ونواهي، أم أن هناك حكمة عظيمة؟ أيها الأحبة استمعوا معي. منظمة الأمم المتحدة تؤكد أن هناك كميات من الطعام تهدر سنويا تكفي لإطعام 2 ملياري شخص. هل رأيتم حجم الكارثة أيها الأحبة؟ كل سنة المطاعم والفنادق والناس والمنتجعات وغير ذلك والمصانع إلى آخره تهدر كميات من الطعام تكفي لإطعام 2 مليون شخص، 2 ملياري شخص كل عام. هذا الكلام على فكرة. طبعا هذا الأمر دفع وكالات الأمم المتحدة إلى وضع برنامج تفاعلي جديد يسعى لتخليص، يعني لاستغلال هذه المواد وتخليص الناس من الفقر، لأن هناك حسب نفس منظمة الأمم المتحدة هناك 800 مليون جائع في العالم بشكل دائم. هؤلاء موجودون لا يجدون من الطعام ما يأكلونه أيها الأحبة، سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، هناك منظمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالأغذية تدعى فاو، معروفة، تقول إن ما يقدر بنحو 1.3 مليار طن من الغذاء أو نحو 30% من الإنتاج العالمي تفقد وتهدر سنويا. ويوجه الخبراء، خبراء التغذية وخبراء الأمم المتحدة، ينصحون بعدم التبذير وعدم رمي الطعام الزائد واستغلاله لإطعام من يحتاجه من الفقراء. ولكن هذه المشكلة الحقيقة قائمة حتى اليوم، لم تجد آذانا صاغية. طبعا الدكتورة دانا جاندرز الخبيرة في معهد الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهو معهد أمريكي طبعا لحماية البيئة، تقول يجب علينا سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. يجب أن ندرك أن إطعام الطعام لمن يحتاجه أمر جيد ومفيد للبيئة حتى. يعني هذه الدكتورة مختصة بالدفاع عن البيئة تقول هذا الأمر مفيد للبيئة، يعني ليس من المنطقي وليس من المفيد للبيئة أن نهدر كميات من الطعام بهذا الشكل الكبير أيها الأحبة. منظمة فاو تقول أيها الأحبة إن أكثر من 40% من المحاصيل الجذرية والفواكه والخضروات و20% من البذور الزيتية و35% من الأسماك لا تصل لأفواه الجائعين في العالم. يطلقون جرس إنذار أيها الأحبة، هم حريصون على البيئة طبعا درجة الأولى، فوجدوا أنه من الأفضل لنا جميعا سواء كنت غنيا أو فقيرا أن تطعم الطعام لمن يحتاجه، هذا أفضل للبيئة وللمجتمع ولسلامة هذه الأرض، لكي لا ندمر الأرض أيها الأحبة. هنا أيها الأحبة ندرك لماذا أمرنا الله عز وجل بإطعام الطعام. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طب هذه الآية أيها الأحبة ليست مجرد معلومة وليست مجرد افعل أو لا تفعل كما يدعي البعض، يعني يقولون الإسلام افعل ولا تفعل ولا تفكر. لا،
كل أمر إلهي له أبعاد، إذا لم نطبق هذا الأمر له كوارث على البيئة وكوارث علينا نحن البشر. لذلك الله عز وجل عندما يعاقب على عدم تطبيق هذه القوانين والأوامر إنما ليضمن سلامتنا، تماما مثل الدولة، أي دولة في العالم عندما تضع قوانين معينة لحماية المجتمع، ليس لتعذب الناس وليس لتعدم الناس أو لتسجن الناس، لا، هي لتحمي المجتمع. هذا ما فعله الإسلام بالضبط، أنه وضع قوانين لحماية المجتمع، وينبغي علينا أن نطبقها إذا أردنا أن ننجو. طبعا الله عز وجل يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ظاهرة التبذير الآن في العالم المنتشرة اليوم هذه نهى الإسلام عنها لمصلحتنا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذن أيها الأحبة، هذه الآية تقول لك لا تبذر إذا كان عندك طعام أو شراب أو مال أو لباس أو أي شيء فائض عن الحاجة، أعطيه لمن يحتاجه. وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن أيها الأحبة، الإسلام يعلمنا كيف نستغل موارد الطبيعة ونستثمر هذه الموارد بالشكل الذي يضمن سلامة البيئة وسلامة الناس ورفاهية المجتمع. إذن دعوتنا لكل من يريد أن لا يلتزم بتعاليم القرآن، ماذا وجدتم في القرآن من تعاليم ضارة مثلا، سواء بالبيئة أو بالمجتمع أو بالناس أو حتى بالحيوان؟ لا يوجد. كل تعاليم القرآن فيها خير وفيها رفاهية، هذا في الدنيا، وإذا التزمت بها تفوز برحمة الله وجناته يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.